بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات علم الامبريولوجي، علم الاجنه، وفيديوهات الاسبوع الثالث او احداث الاسبوع الثالث. يمكن دايما البدايه بتبقى من الصوره دي. احنا اخذنا من ضمن الاحداث اللي موجوده في الاسبوع الثالث تكوين البريمتيف ستريك عند الكودال اند، وقلنا ان ده بيبدا عند اليوم ال 15. بعد كده طبعا البريمتيف ستريك بيتكون حاجه اسمها البريمتيف نود، ومن البريمتيف نود بيتم تكوين طبقة جديدة أو بيتم تكوين حاجة جديدة كمان تسمى النودو كورد. تمام كده، والنودو كورد ده بيتم تكوينه تحت الليفل بتاع الإكتوديرم، وبيمتد من البريمتيف نود لغاية البري كوردال بليت. ده كده، وعملية النودو كورد البروسيس كانت بتبدأ مع يوم 17 من عملية الإيه الفيرتلايزيشن. هتجد في كتب بتقول من اليوم 18 تقريبا. يعني هنا مثلا اطلس ده، وشايف برضو انه عمليه النيورال بليت او عمليه تكوين النيورال بليت اللي زي ما قلنا انه النوتوكورد او اثناء عمليه النوتوكورد البروسيس بيتم تحفيز الاكتوديرم اللي فوقيها عشان تكون حاجه اسمها النيورال بليت. وزي ما قلنا النيورال بليت ده اللي هو هيبقى بعد كده هيكون حاجه اسمها السنترال نيرفس سيستم او الجهاز العصبي المركزي. يبقى انا دلوقتي عندي اثناء الاسبوع الثالث في عندي ثلاث حاجات، في عندي ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه هي البريمتيف ستريك، الحاجه الثانيه اللي هي الميتوكوردال بروسيس، الحاجه الثالثه اللي هي النيورال بليت. حسب الاطلس ده البريمتيف ستريك بيبقى عند اليوم ال 15، بينما النيورال بليت والميتوكورد بروسيس عند اليوم ال 17. في كتب بتعتبر انه النيورال بليت ده بيبدا بعد الميتوكوردال بروسيس، يعني الميتوكوردال بروسيس بيبدا عند اليوم ال 17 والنيورال بليت بعديها، يعني ممكن ال 18 ممكن ال 19 وهكذا يعني. انما الاطلس ده شايف ان الاثنين بيحصلوا مع بعض في الايه؟ في اليوم الايه؟ ال 17. طيب. وزي ما اتفقنا البريمتيف ستريك المفروض ان هو بيختفي في الاسبوع. انا بقارن الاجزاء ببعضها. البريمتيف ستريك المفروض ان هو بيختفي مع الايه؟ الاسبوع الرابع. ولكن لو افترضنا ان هو تنى موجود فهيكون حاجه اسمها الايه؟ التراتوما، ساكروكوكسوجيال تراتوما. بالنسبة للنوتوكورد زي ما اتفقنا هو بيتني موجود، بيكون أجزاء بتبقى موجودة ما بين العمود الفقري اللي هي الأقراص اللي هي بتبقى موجودة ما بين الفقرات اللي هي الانتر فيرتيبرال ديسكس، دي بيبقى فيها جزء كده يسمى نيوكليوس بالبوزس. الوظيفة التانية للنوتوكورد إن هو بيحفز الإكتوديرم اللي فوقيه عشان يكون حاجة اسمها النيورال بليت، اللي هو المنظر ده اللي هو النيورال بليت. خلاص كده. والنيورال بليت طبعا ده اللي بيكون بعد كده الايه السنترال نيرفس سيستم او الجهاز الايه العصبي. خد بالك النيورال بليت ده بيبقى بليت، يعني ايه؟ يعني بليت بيبقى شريحه في الاول كده، شريحه فلطحه كده او مساويه في الاول. خلاص بعد كده هتلاحظ انه بقى فيه فولد او بقى فيه ثانيتين امواج كده، في موجه كده وفي موجه كده، الحاجات دي بنسميها نيورال فولد. وما بين كل موجه وموجه واخد بالك في شق كده، واخد بالك الشق اللي هو ما بين الايه الامواج كده، وموجة على الشمال وموجة على اليمين. فالامواج اللي هي الكبيره دي بنسميها نيورال فولد، والشق ده طبعا بيبقى الشق ده بنسميه النيورال جروف. النيورال جروف، وهنا هتجد كلمه حلوه قوي يقول لك النوتوكورد ديب تو ذا نيورال جروف. النوتوكورد اللي هو زي ما اتفقنا الخط البنفسجي او الموف اللي بيبقى تحت الليفل بتاع الاكتوديرم واللي بيمتد من عند البريمتيف نود لغايه البريكوردال بليت. النيورال انت عندك الفولدين، والفولدين ما بينهم جروف، والجروف ده بقى فوق الايه؟ النوتوكورد. ولسه هنوضح الايه؟ الكلام ده. يعني انا عندي هنا، بص انا عندي الخط اللي هو الرفيع اللي هو البنفسجي ده عباره عن نوتوكورد، فوق النوتوكورد في شقه يسمى النيورال جروف، والشق ده اللي هو النيورال جروف بيقع ما بين الايه؟ الموجتين. ولسه هنشرح الكلام ده، ما تقلقش خالص. طيب. بص يا سيدي، دي الرسمه اللي احنا جبناها من شويه، وقلنا ادي الاكتوديرم اهو، تمام؟ وهنا ادي الاندوديرم، وده اللي هو بنسميه النوتوكورد البليت اللي هو النوتوكورد، بس بعد ما احنا شلنا الايه الارضيه بتاعته وبقى السطح، والسطح قام جاي داخل مع الايه؟ مع الاندوديرم. تمام كده؟ طيب. عمليات تكوين النوتوكورد دي بتحفز الايه؟ الاكتوديرم اللي فيها عشان يكون بقى الايه؟ النيورال بليت. خلاص كده؟ طيب النيورال بليت ده بقى بيبقى عباره عن ايه؟ بص كده. هو بيتكون في ايه؟ بيتكون في النص هنا جروف، حاجه اسمها النيورال جروف، عشان كده النيورال جروف يعتبر سوبرفيشال تو ذا نوتوكورد. عشان كده في الرسمه اللي فاتت قلت لك ان النوتوكورد بيبقى ديب تو ذا نيورال جروف، النيورال بيبقى عباره عن ثانيه كده في الايه الاكتوديرم. على جوانب النيورال جروف بيتواجد ايه؟ هنا حاجه اسمها فولد وهنا حاجه اسمها فولد، يبقى هنا نيورال فولد وهنا نيورال فولد. ونكمل كلامنا عن اللي النيورال بليت والنيورال جروف والنيورال تيوب بتفصيل اكتر في الفيديوهات اللي جايه.